مرحبا بكم، سعيدة بلقياكم. فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان هذا ما تقرر بخصوص صلاة عيد الفطر في المغرب. كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة تتجه إلى إلغاء صلاة العيد بالمساجد والمصليات امتثالا للإجراءات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ الصحية المعاشة ببلادنا. وأضافت نفس المصادر أن القرار شبه رسمي في انتظار البلاغ الذي من المنتظر أن يعمم على وسائل الإعلام من قبل وزارة الأوقاف خلال الساعات القادمة، بناء على توصية لجنة اليقظة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخصوصا بعد ظهور السلالة المتحورة الهندية. وكانت الوزارة المعنية قررت في وقت سابق منع أداء صلاة التراويح والعشاء والفجر، وذلك قبل حلول شهر رمضان، في حين سمحت بأداء الصلوات الأخرى، وذلك في إطار التدابير التي فرضتها الحكومة. وأثار منع صلاة التراويح احتجاجات في مجموعة من المدن المغربية أبرزها طنجة وفاس، حيث قامت عناصر الأمن باعتقال مجموعة من المواطنين بعد خرقهم لتدابير الحجر الجزئي.